ما عندكش كده خد بالجوه، هل عندك اي حاجه تروح تعملها؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما ابتدي الفيديو، لو انت جديد معايا واول مره تتفرج على الفيديوهات، يا ريت تنزل دلوقتي حالا اشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك انت اول واحد. طيب فيديو النهارده هنعمل رياكت على الخرطوق، معانا محتويات جديده جدا وحاجات لسه 2020. لما نخش الفيديو، الناس اللي كسبت معانا في الدعم واللي عملت الفيديوهات هتلاقوا رابط القنوات بتاعتهم او رابط الفيديو اللي هي عملته لو تحت في الوصف. الناس اللي ما تعرفش المسابقه، كل اللي عليك انك هتعمل فيديو في عنوان الفيديو هاشتاج محمد زي ما ظهر على الشاشه كده، وهتحط رابط الفيديو ده عندك في الوصف. خلي الناس تخش تشوف عشان تشارك معانا. اول ما تعمل فيديو تبعته له وتقول انك عملت الفيديو وانا هدعمك الفيديو الجاي. بس كده الشروط حاجات بسيطه جدا وملهاش اي لازمه. قبل ما نخش على اول فيديو في الخرطوق، يا ابني المحن اللي فيك ده، يا ابني السرجله بقى. وين فتحة القميص دي؟ جريها كريم. طب نشوف الزفت اللي بعده، تقريبا شيخ كده فمش عارف هو عامل ازاي، يمكن هيقول كلمة للجماعة بتوع التيك توك او هيقول كلمة حلوة كده للناس. نشوف الفيديو. الله، شفت يا كريم الشيخ قال لك ايه؟ ليه بقى بتفتح القميص يا كريم؟ يا شيخ حرام عليك، الله ينصر دين امك بقى، كفايه كده. الله ينصر دين امك، مش شتيمه يعني. يعني تخلينا نشتم كريم وانت تطلع انجس منه؟ يا غدا حرام عليكوا بقى، قرفتنا اقسم بالله. اسفين يا كريم، انا غلطت في حقك، من حقك يا ابني اقسم بالله تقلع وتعمل اللي انت عايزه والله. يعني ده شيخ، ده شيخ وما شاء الله بيهز هز احسن من صافي ناز نفسها. طب نشوف الزفت اللي بعده، هو شيخ برضه بس متهيألي ارجل من ده. ده نقول على ايه؟ بالله عليكم، ده نقول على ايه؟ الشاب ده بص يعني خرب الدنيا على التيك توك، الناس كلها اتكلمت عنه، اللي قال عليه شيخ، اللي قال عليه شيخ مش عارف ايه، بص هو مفيش غير اسم هينفع له بس، ده الشيخ شخه، مش هينفع غير كده، ده لو قابلته في الشارع تمسكه كده ونتفهم له، ما تسيبلوش فيها ولا واحد. نشوف الزفت اللي بعده. رصاصة ايه يا شيخ يا منتن؟ ده انت عايز رصاصة تدخل؟ استغفر الله العظيم يا رب، ليه بتعملوا فينا كده؟ يعني انا كنت مستني منك تطلع تقول الناس بتوع التيك توك ارحمونا، وتطلع تتكلم في خطبة الجمعة، تطلع انت منه يا شيخ حرام عليك. انا بجد اقسم بالله مش عارف اعلق عليه اقول ايه، انا مش لاقي له حاجة اقول عليه. احنا بنقول فين اهل الناس دي؟ هم دول اهليهم. شوف الزفت اللي بعده. دخلت على صفحته على التيك توك، كل فيديوهاته بنفس القميص بنفس الدان بنواجه البورصي ده، هو اللي بلقاه في كل فيديو. عارف انت صدقت ما لقيت حاجه اسمها تيك توك؟ بط عليه على كده، ما عندكش كده خطبه الجمعه ولا عندك اي حاجه تروح تعملها؟ ليه طيب تعمل فينا كده؟ احنا كده هنموت. شوف اي حاجه اعملها غير التيك توك ده. نشوف الزفت اللي بعده. ده انا عمره ما اعرف اعمل اللي هو بيعمله ده. ايه ده، انت تلاقيك شاط بنات ايه؟ ما شاء الله عليك. والله انا بشوفك كده بضحك، لو شغلت ربنا بس ما عملتش حاجه غلط. يعني بتعمل كده؟ انت ما عندكش ولاد؟ ده انا حاسس ان انت متسلف من عزرائيل يومين. يعني انت متسلفهم لك عشان تدي الناس نصيحه، تقوم انت تعمل تيك توك؟ ده حرام عليك. زفت اللي بعده. الحلوه
شاء الله ايه رياكشناته مع الاغنيه بالظبط. يا جدع الله ينصر دين امك ارحمونا بقى، حرام عليكم اقسم بالله بيشوف حاجات ما كنتش هتخلي ان انا اشوفها. ده انا كده اتوقع اي حاجه تحصل. ممكن بعد كده نلاقيهم عاملين فرح في قلب الجامع، يعني تتوقع اي حاجه في البلد دي. شوف الزفت اللي بعد. اقول لك ايه؟ ايه؟ حرام عليك بقى، شوف اخر واحد للزفت ده. انا انت قوله في الكومنتات نقول له ايه ده نسميه ايه؟ انا قلت لكم شيخ شخه، اي حد يقابله بالشارع شدوا قلعوهم، مش عايز انا اشوف له هنا دقن على كده، عايز الفيديو الجاي يطلع من غير ده. بس انا حاسس ان هو بايظ مكان، ما بيمشيش من المكان اللي هو بيعمل فيه الفيديوهات ده، نفس المكان نفس الوجه البورس اللي هو فيه مفيش. تعال نشوف الشيخ اللي بعد. ده تقريبا الحركه المستفزه اللي هو عمال يعملها للكاميرا دي، تقريبا الفيديو ده قديم ايه، بس هو جه معايا كده صدفه فقلت اجيبه في صف الشيوخ عشان ايه بنسميه فيديو المعادة كريم. كان فيديو تاني للشيخ ده بس حاجه بنوع الزراك كده. يا جدع يخرب بيت ام قرفك يا جدع، ايه القرف ده؟ طب حتى اعمل اغنيه حلوه، ده انت طالع تستفز اللي جابونا يا اخي. يطلع لي يبص في الكاميرا ومره يطلع لي يعمل ايه؟ انت مش ناقص غير كمان تصور وانت قاعد تعمل حمام. اطلع يا متخلف، ما ينفعش. حاجات غريبه والله. او تصور وانت بلبوص، عامل فيديو وهو بلبوص والله. استنى نشوف. انت بتهزر يا ابني، هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي، انت متخلف يا ابني. اقسم بالله شيخ خايف، عامل حاجات عبيطه كده، حتى مش عامل اغنيه حلوه، ايه عامل لي اغنيه حتى بهنديه مش شايل منه اي حاجه. انا حاسس انكم بتعملوا الفيديوهات دي تحت تهديد سلاح. ايه اللي انا بشوفه ده؟ انا مش مصدق اللي انا شايفه ده. وصلت لانه كمان يطلع بلبوص. طب يا جدعان انا عايزكم تقولوا رايكم في الكومنتات على المشايخ الجميله العظيمه دي. هو كده اكون وصلنا نهايه الفيديو. الفيديو عمره ما ننساش، اعمل لايك وشير سبسكرايب للقناه اللي هو الاشتراك، يعني فعل زر التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد توصلك الفيديوهات على طول، توصلك الفيديوهات انت اول واحد. والناس اللي كانت معانا في الدعم هتلاقوا الرابط بتاع ده تحت في الوصف. شوفوا القناه هتعجبكم، اشتركوا معاهم وفعلوا الجرس عشان تكسب برضه معانا، تخش تعمل فيديو وتكتب في عنوان الفيديو تكتب الهاشتاج ده يوسف محمد وتتكلم عن قناتي وهتحط رابط الفيديو ده عندك في الوصف وتقول لهم خش شوف الفيديو. وبعد الفيديو على الفيسبوك وعلى الانستجرام تحت في الديسكريبشن وانا هدعمك الفيديو. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، عشان اصير لبخه في الكلام، اصير لبخه، ده عايز يتعالج ويجينا. تعالي على بختي وبختك يا أبا. ايه حسدني فيه وغدر بيا. هو مين ده؟ حببني فيه وسابني يا أبا. خذوا من كل رجل قبيلة. اشوفها بتولع دلوقتي. امشي يالا، امشي قول، امشي يا ابني. عليها اختراج بنت انا، انت اتخضيت اتخضيت. ايوه عليها اختراج بنت انا، انت اتخضيت. ولا اتخضيت ولا حاجه. عليها اختراج بنت انا، انت اتخضيت. يا سلام. Excuse me, where my hair? Where's my hair? هاتوا لي الكلب ده. قولي على مكتبي.